قال لي ما كاش ضامن اداري، قال لي انا هو السلطه في الجزائر، قال لي لا عندك اي واحد ينجم يجيب لك حقك، قال لي نتحداك. تهضرك مريضه تقول لي تقول لي الوالي وتقول لي انت علاش قاعد تهضر الهضره تاع الوالي؟ علاه الوالي ما يحكمش؟ الهضره تاع الوالي انا نحكم انا. صافي الوالي ما ياكلش. لا ما ياكلش معايا. مهبول. صافي الوالي ما ياكلش. صافي الوالي ما ياكلش. صافي الوالي ما ياكلش. راه يتحدى في الوالي، قال لك ماشي اللي يحكم، الوالي اللي يحكم، قال لك انا اللي نحكم، قال لك كيما نبغي انا، كيما نبغي، قال لك نعطي لبن عم، بن عمي ولي نعرفهم، ما كاش انت والله ما تديها، قال لي والله والله نمشي عليك، وطيح لي بالوالده تاعي. لا هضرت الوالي دي مش هضرت الجمعيه. روح عند الوالي روح. هنا قال لي روح، روح للوالي يعطيك، قال لي روح للوالي يعطيك، سيد الوالي، ضيا في ربي، سيد الوالي، ولايه تيارت، حنا عندنا ظن فيه. عندنا ظن فيك والجزائر كامل تبغيك، وحنا رانا نفتخروا بانك الوالي ولايه تيارت. لماذا انني نروح للولايات؟ الاولى اللي يقولوها لي يقولوا لي عندكم والي.